السلام عليكم إخوة الموالي جميعا، معكم المولوع الشلح الملالي، تحياتي لكم جميعا. هذه التوليعه ديالنا الخوت، غادي ندير واحد الموضوع خفيف ظريف على الموتيفاسيون، يعني كيفاش شنو هي الموتيفاسيون وعلاش ندير واحد الموتيفاسيون بالنسبه للخوت. هاد الحمام هذا كاملهم شنابر، الا هذا الذكير هذا هو اللي كبير، وديك النتوه ديالو راه حتى هي بنت العام الفايت 2020. هذا راه ولدو، هذاك اللي هي راه خوه من باه، هذا ولدو، هذا راه خالو، يعني هذا الطوبي وديك النتوه الطوبيه راه خوت من اب وام الام، هادو هما اللي فيهم ثلاثه الدمومه، الصليوني والكاتالوني ولا 2007. كاينه هادي بنت واحد النتيوه كانت عندي ذبحتها، دابا هذيك النتوه الصفراء ماين هذا، وهاد الجوج هادو خوت هاد النتوه الصفراء، وهذاك الذكيه خو عم هذا اللي هو خو هذا، وهاد النتوه خوت هاد الذكيه هذا من با، يعني هذيك النتوه راه خوت ديك البدعي اللي ليه. هادي التوليعه ديالنا، ونهضروا اخوتي على الموتيفاسيون. يعني الموتيفاسيون كدير هي كدير الحمام اللي كيجي، يعني داك الحمام اللي ما كيجيش ما عندك، ما زعما تيجي معطل وكذا ما غاديش تقدر، ما غاديش تخدم ليه الموتيفاسيون، خاص الحمام بعدا كيبوانتي عاده كنديروا ليه الموتيفاسيون. انا هاد القضيه ما عمري لعبت بها، يعني كنت نلعب مفارقين الكره ونتاوي، وتيكون شويه ديال الضياع. هاد العام هذا راه ان شاء الله مع اتصلنا بينا الاستاذ ديالنا الحاج الروقي، وزاد وضح ليا بزاف ديال الحويجات، ورا الفيديو اللي فات راه شرحت فيه بزاف ديال الحويجات اللي الناس يعني ما استقبلوش، كيما فهمتي ما بغاو ما عجبهمش الفيديو، صافي هادشي اللي بان ليا انا. يعني غادي نبقى نحاول نديرو فيديوهات، يعني صافي فيديوهات ليبر بدون معلومات بدون حتى حاجه، علاش؟ حيت الناس باغيه شي حاجه اللي غادي اعطيني ندير باش ندير. او هادي التوليعه. المهم الموتيفاسيون اخوتي هي يعني بحال كدا، دابا انا داير الدكوره مع النتاوي زاديهم، كاينه هذيك النتوه اللي لهيها ها هي هنا في هاد لوكرا، هذا راه مبيضه، بيضات ليا في 8 في هاد الشهر. دابا كاع الحمام غادي نخليه يبيض، وفاش تبقى ليا 5 ايام ولا 6 ايام للمسابقات غادي نفرق الحميمات، وفاش غادي نفرقهم اون فوا يعني غادي نبغي نورلونجي الحمام ديال المطلق، وهادي الحمام غادي نطلق النتاوي، يعني غادي نحل لهم ديك البويز داك الباب، وغادي نطلق النتاوي يدخلوا لعند الدكوره. الوقت فاش يدخلوا النتاوي عند الدكوره، ديجا الدكوره غادي نحط لهم الطواجن، يعني الحمامات فاش يكونوا مبيضين في بلاصتهم بحال دابا هاد العش هذا هو غادي يبيضوا هنا، صافي النتيوه اون فوا غادي تحيد ليها الذكر من هنا، غادي تبقى تجي لذاك الوكر ديالها. يعني تا ديك الموتيفاسيون ديال تولي تطلق الحمام، تتولي تطلق الذكوره فاش كتسد عليهم بحال هكا من هنا، تسد عليهم كنخلي الذكوره هنا في هاد البلاصه، والنتاوي كنديهم للجهه الاخرى. فاش كنطلق الحمام مثلا، طلقت النتاوي هما الاولين تيطيروا النتاوي، كنحل هذاك الباب كندوز الذكوره كاملين لعند النتاوي، وكنخلي سير ليه فاش كنهز هاد الذكوره هادو كاملين كندوزهم لعند النتاوي، النتاوي تيكونوا طايرين. الوقيته فاش ينزلوا النتاوي ما كنحلش ليهم السبوتنيكه ديالهم، كنحل ليهم هاد السبوتنيكه هادي باش يدخلوا لجهه ديال الذكوره، هما تيدخلوا لجهه الذكوره تيدخلوا تيمشيو كل حمامه كتشد لوكر ديالها، علاش؟ حيت ديجا النتاوي بيضوا، فهمتي؟ حيت ديجا النتاوي بيضوا. راه ان شاء الله هاد الموتيفاسيون هي اللي تيخدموا بها الناس اوروبا وكذا، انا ماكنتش نخدم بها، انا كنطلق الذكوره مع النتاوي نفارقهم، وفاش يجي المطلق تنزديهم وتنصيفط نديو، داكشي ما خدامش. المهم حنا غادي نحاولوا نديروا هاد الموتيفاسيون هادي ديال هاد الطريقه هادي، ونشوفوا واش غادي تعطي الاكل ديالنا. وهادو هما التجارب اللي تنجربوا في الحمام، ماشي دوك التجارب ديال خاصي تعطيها كذا باش دير كذا، داكشي راه ما خدامش. المهم هادي التوليعه ديالنا الخوت، وكنحيوكم جميعا، ونتمنوا ما نغبروش عليكم، ونتمنوا نكونوا تنفيدوكم. انا بان ليا بحال ما يعني ما كاين لا افاده لا استفاده، علاش؟ حيت ما كاينش التفاعل، ما كاينش الناس اللي يعني بنادم يكومونتي يقول لك ما كاينها ما كاينش هادشي. لذلك صافي نكتفي باننا نصوروا الحميمات ونديروا توليعه خفيفه، واللي يحتاج شي حاجه ولا مرحبا يتصل بينا، ما كاين حتى مشكل، غير ما يكون شويه داكشي يكون في المستوى. الدراري الصغار، بالنسبه للدراري الصغار يعني يحاولوا يبعدوا على هذا الحمام الزاجي، حيت شويه صعيب عليهم، بقى
لحقاش يتطلب مصروف، يتطلب مجهود كبير زائد الصبر. وكما سمعتونا خوتة ديال الموتيفاسيون، بالنسبة واحد الأخ قال لي يعني الدخول ديال الحمام من سبوتنيكا ولا الحمام يعني يطير وما ينزلش فوق شي سجنة أخرى، هذيك أخويا الخدمة ديالك هذيك من منين يكون الحمام باقي صغير صافي مولف ليهم تيطيروا تيتحطوا لك فوق السجنة، صافي تيتحطوا فوق السجنة هنا كتخليهم ليبر، فاش كتبغي تعطيهم ماكلة كدير لهم واحد الصويط، مع المدة مع المدة راه تيولي الحمامة صافي غا تصفر ليها ولا تدي لها داك الصويط راه كتنزل كتدخل، فهمتي؟ أما إلا كنتي يعني مولف الحمام كتخلعو هادي وبغيتي يعني الحمام تيتخلع فهمتي كتخلعو باش يطير ولا مثلا بحال هكا، راه الحمام يقدر ما يبداش يجي عندك. وتا الحمامة إلا جات بحال نعطيكم واحد المثال، هاهي هاد الحميمة هادي، هاد الحميمة هادي أو من الحمام فاش يلاه كتنطلقو كانت كتمشي وكتوقف ليا في هاد الدار هادي، غير كنطلق الحمام كتمشي كتوقف ليا أنا. كيفاش تعاملت معاها؟ المرة الأولى جات المهم دخلات لقات غا الشعير، هو راه غا الشعير اللي خلاو دابا تما. المرة الأولى جات دخلات لقات الشعير، المرة الثانية جات دخلات لقات الشعير، المرة الثالثة راه ولات تتنزل ديريكت فوق السجنة، ما بقاش داك المشكل ديال الحمامه غادي تمشي ليا شي بلاصه ولا يعني هكا. كنتعامل انا مع الحميمات كنحاول داكشي يكون بسيط كما كتشوفوا الزبل ديالهم، راه يعني دابا بحال هاد البزيقه هادي راه الحميمات تيكونوا دابا راكم عارفين تيبغيو يبيضوا، هادي تكون عندهم البزقه كبيره. هاد الذكير هذا هو اللي باقي مازال ما شد ليهش شي وكر لهيه، كاين هو وهاد النتوة هادي مازال ما تزادتش، وهاد النتوة تا هي مازال ما تزادتش، وهاد النتوة واقيلا راه ختو، هادي راه ختو ومزوج معاها هاد الذكير هذا، هاديك لي حداها راه ختو النيت، هاد النتي وهادي راه خوت هاد الذكر هذا، دوك جوج توام راه ختوهم هادي، هاهي. ومادا هو الحمام باش غادي نلعبو، أنا حد الآن راه درت جوج ديال لي زونطريمو. الحميمات يعني درت ليهم داك يعني التأقلم والتعود والتدرج، تبارك الله راه اللحم فيهم واحد اللحم غوز. راه نسيت البارح ما صورت لكمش اللحم ديال الحمام وما حطيت لكمش اللحم ديال الحمام، المهم ما عليناش. هادي التوليعة ديالنا التهوية كيف العادة، نشوفكم اخوتي خصنا نضرب واحد الطليله عند البروديكسيون نشوفوا الانتاج كي داير. انتم اخوتي على المباشره هو بغاو الحميمات بغاو يدوشوا، دابا ان شاء الله غادي نحط لهم يدوشوا هنا كما كتشوفوا، راه يعني هادو راه كنطوي اليوم يعني اخويا اللي تعتمد على البرودويات باش تطلع فريخات. هما اخويا هما بالفول والماكله كما تنقولوا متوازنه وفيها داكشي اللي تيحتاجوا الفريخات، ها هما وليدات الكاتالوني ها هو باهم، هذا راه اخوهم، هذيك راه امهم، هذا هو راه اخوهم، هذا انتي ورا اختهم، هادو ولاد خوهم، هادو دابا با امهم هي هاد الفاسيه انتي والفاسيه، وباهم هو ولد الكاتالوني مع 2007. دابا هاد ولد الكاتالوني مع 2007 كنت زديتو مع الصبليونيه، راه ولادو هادوك اللي قلت لكم فيهم ثلاثه الدمومه راه ولادو مع هاديك نتوى الصبليونيه، لحقاش هاد نتوى الصبليونيه عطاتني ديجا مع الكاتالوني، هو هذا راه ولدو ان شاء الله. راه هاد السلاله هي اللي علاش يعني معتمد، زائد شي حميمات هما هادو تيلعبوا ليا الجري، هادو تشوفوهم هكا تيلعبوا الجري، هادو زائد واحد الحميمات هنا ديال المسافه، هذا خلاص راه عاطيني هذا هو باين صدام، هذا واحد الذكير مازال ما فرخنا منو، هادي خلاص واحد النتيوه راه اللهم بارك، هادي راه بنات اختها العام الفايت، وهادي راه شريتها وما ضاعتش ليا كاع، هي اختها اللهم بارك. هادي التوليعه ديالنا اخويا اخوتي، هما الفريخات، الناس اللي تيقول يعني خاص تعطيهم برودويات خاص تعطيهم كدا مكملات، داك الشي ناتير على خويا.
اش الحمام الا ما كانش يعني الصغر من صغرو داكشي ناضي وداكشي داكشي مزيان ما كاين والو. هذا الاب ديال الحميمات اللي كانوا تيلعبوا لي العام فايت كانوا واحد جوج خواتات تيجوني ومن الاولين راه خديت منو غا جوج وليدات هذا العام ومازال غادي نزدي هو اللي كنت زاديه مع اخت هادي. ايوا نتمنوا الخير. هذا خلاص الشريف الوزاني هذا واحد الذكير ديال المسافه ومازال ما شنا لا مسافه لا مليبي. المهم هادي التوليعه ديالنا الخوت ونتمنوا الخير. يا راه بنت الكاتالوني راه زديناها مع الشريف الوزاني. هذا خوها راه ما فيهش الخوات ما داك تبغيت نعطي لواحد الدري وكذا ولاني ما كتبش صافي وبقى عندي هو. دابا دخلنا لاباز. هادي هي البروديكسيون اخوتي الاخ اللي كان تيسول على البروديكسيون ديالي هادو هما البروديكسيون ديالي يعني بالاخص اللي تنعتمد عليهم دابا هاد الجوج زائد هاد الذكير وهاديك نتي وهاد الذكيره بعدا بالضبط هاد الذكير زائد هاد الذكير وهاد الذكير ديك الجويجه اللي ليه زائد هاد الذكير تا هو هادو حميمات اللي معتمد عليهم الاخرين باقي يلاه بحال دابا داك هاد الذكير هذا يلاه غادي نجرب هذا راه عامين هو عندي يلاه غادي يلاه خديت منه وليد. اما المباقي راه كلشي مجرب ويعني عطاوني الديكلاراسيون بالنسبه شي غير باش تلقى حمام يعني ديكلاري لي كيدخليك مع الاوائل ويبقى يدخل في البري راه داك هو الحمام صافي. داك الحمام تزيد تاصل منه وكذا راه نهار غادي طيح في شي تلاقيه مزيانه راه غادي يكونوا ضربات صحاحين. ايوا هادي هي التوليعه ديالنا المتواضعه الخوت تحياتي لكم ونتمنوا يعني هاد الفيديو يعجبكم. الى عجبكم بحال هاد الفيديو نبقى نديرو حنا هاد الفيديو شويه وبين شي استفاده وافاده البنادم ما يعني ما هو ما باغيش يستافد ما يمكنش ما حد الواحد بغى غير يتولى نبقى نولعوكم هكا. انا هذا وجود يقول لك انا ديال المسافه شتي سير شري انت حمامه ب 10000 درهم ويجي القصباويه 20 درهم فتحياتي لجميع الاخوان ونخليكم اخوتي على هاد النبرات ونشوفكم في فيديو جديد.